السلام عليكم شباب، معكم أمين، مقطع جديد وحلقة جديدة يا شباب. واليوم راح نلعب حرب البيض كيف ما تشوفون في العنوان، لكن اليوم الفكرة جديدة ولا واحد سواها في اليوتيوب، فقررت أني أسويها وجتني على رأسي، فقلت ليش ما أنزلها لكم. والفكرة فكرة اليوم يعني بتكون، واللي هي كيف ما شفتوا في العنوان، أنه أنا والكل يعني اللي بيكون معي في الجيم في حرب البيض، يعني في الجيم بيكون لابس سكين مصطفى جيم أوفر. يعني شوفوا كيف ما تشوفون الحين هنا في هذا المكان، هذا لابس سكين مصطفى جيم اوفر، وهذا سكين مصطفى جيم اوفر، العاب كلهم عندهم سكنات مصطفى جيم اوفر، وهذا كمان وهذا كمان وهذا كمان اللي موجود هنا، وهذول كمان كلهم لابسين سكين مصطفى جيم اوفر، وانا كمان لابس سكين مصطفى جيم اوفر. فهذه فكرة جديدة، اتمنى تدعموني عليها باللايك، تشاركون في القناة وتفعلون يعني الجرس، وانشر المقطع في كل مكان لأنه ضروري عشان يوصل للناس المقطع، واكتبوا كومنت حلو وبس. يلا خلوكم مع المقطع، أتمنى توصلوا هذا المقطع 500 لايك وبس. يلا خلوكم مع المقطع. وملاحظة، إذا شفتوا الجودة صارت متحسنة قول اكتبوها لي في الكومنت، علشان جبت لي شاشة حلوة علشان أحسن من المحتوى وحسن من الجودة حقت الفيديو، واللي هي شاشة 144 هرتز. وأتمنى يعني يعجبكم المقطع وبس. يلا لا تنسون تحطوا لايك، تشتركون في القناة، تفعلون جرس التنبيهات، تنشروا المقطع في كل مكان، تكتبون كومنت حلو. باقي شباب الجيم الأول واللي هو في هذا الماب الحلو، وإيكوارث يعني كيف ما تعرفونها هي في سيرفر كيوب كرافت. هذا يقول مصطفى جيم أوفر، والله حسبني مصطفى جيم أوفر، أنا من جد حسبني مصطفى جيم اوفر. لا 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 والله مو انا مصطفى جيم اوفر، علشان بس انا عندي رتبة يوتيوبر في هذا السيرفر ولابس سكين مصطفى جيم اوفر، بيحسبون الناس اني انا مصطفى جيم اوفر، لكن هم ما يدرون انه هم كمان يعني مسوين سكنات مصطفى جيم اوفر ويبينون زيه كمان. فيب ممكن اكل لي تارجت في هذا الجيم وبيجيني الكل يعني بسرعة، فبحتاج اشتري لي دروع بسرعة واشياء بسرعة علشان لا يغدروني الناس واموت بسرعة. فايب هذا هنا للحين ما حمى بته، انا ما ادري ليش شريت لي جولدن ابل، نسيت شريت لي جولدن ابل، باخذ لي فود من هذا المكان علشان بحتاجها، وبدي كمان شنو معي خاد البيكاكس. اوكي شنو انا ملقلق، يمكن لا مو انا ملقلق، يمكن السيرفر. فايب انا بحتاج اوبسيديان زي كذا، بجي هنا لهذا المكان، حط لي اوبسيديان هنا، اوبسيديان هنا وهنا وهنا، حط هذه هنا وهنا، وهذا مو جايني حلو. احتاج ضروري انه اسوي اوبسيديان، يعني كيف ما تعرفون اوبسيديان ما يتكسر بسرعة، والناس عشان تكسر لازمها بيكاكس دايموند، حتى بالبيكاكس دايموند تبقى تقريبا شي 30 ثانية وانت بتكسر فيها، فممكن الحق على الواحد واقتله قبل ما يكسر بيضتي اذا كان عم يكسر فيها في هذاك الوقت. فايب هذا هو، هذا اللي قدامي، بشتري لي سيف حلو، وبشتري لي زي كذا اوبسيديان، وبحتاج اوبسيديان هنا، وبغطي عشان لا يعرفون اني عندي اوبسيديان في هذا المكان، فبغطي زي كذا عشان لا يعرفون، ان شاء الله ما يعرف شي واحد يكون لعيب ويعرف وبيقول اروح اكسر له بيضته ولا شيء، بيكون عنده يعني بيكون دايموند وانا بكون رايح من الجزيرة ولا شيء، فأتمنى ما يصير معي هذا الشيء. أنا الحين شنو بسوي؟ بجي هنا بشتري لي دروع، باخذ هذه، بجي هنا ممكن يب خمسة جول، وبجي لهذا المكان بشتري بيها بيكاكس علشان ألحق وأشيل هذا اللي قدامي. للحين هو ما سوى يعني ما سوى أوبسيديان زي اللي سويت أنا، فبكسر بيضته بسرعة كتيرة ولا سريع. فيب وينه هو؟ ما ادري وينه، ما شافني بكسر بيضته، هو راح ينخرش وراح يرجع، لكن ما بيعرف شنو صار معاه، وبجلده زي كذا، بجلده زي كذا عشان انا باخذ لي الوين وبفوز في هذا الجيم ان شاء الله. فشنو بحتاج لي؟ بحتاج لي اشتري لي جولدن ابل كمان الحين زي كذا، بشتري لي اكل، هذا مو جايني مو الجراي، الجراي ولا البلاك يعني الاسود، ما انا موجود هنا ما في ازرق، يعني احسن لي اروح لهذا الجراي ولا شيء، لا مو الجراي انا الجراي يمكن،
يبقى انا لا انا صيان. الصيان هنا يبين، يعني الصيان هنا يبين في هذا السيرفر يعني اللي هو كيوب كرافت، يبين زي الجراي ولا شيء، والجراي يبين زي البلاك. فهذا حسيته لعيب، بحتاج اقتله بسرعة بسرعة. شوفوا كيف يلعب، لعيب 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 شباب، لعيب 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 لعيب. اتمنى ما يروح بيضتي. اوكي ضيعته. لا 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 لا، اوكي، قتلني قتلني شباب قتلني. السلام عليكم شباب، باك بالجيم الثاني، الجيم الاول كيف ما تشوفون. هذا قتلني، وراها جاني واحد وقتلني وما ادري شنو صارت، لكن انا قصيتها علشان يعني ما يصير في ملل. هم صاروا بس متهيمين علي وبدهم يقتلوني بس، فلهيك انا ما عندي مشكلة وبحتاج هذا الجيم افوزه علشانكم. اوكي فشنو عندي الحين؟ عندي 49 49 ايرون، بشتري بيهم دروع، بشتري بيهم هذه زي كذا، وبجي هنا لهذا المكان باخذ لي كمان ايرون، بطلع فوق باخذ لي جولد. علشان الجولد شنو بسوي بيه؟ الجولد بحمي بيه البيضة اللي موجودة عندي، يعني بيضتي، لان هذا حرب البيض. فبشتري بيها اوبسيديان، اللي ما يعرف انه الاوبسيديان يعني شرحته لكم في اول جيم، هو بيحمي البيضة، ولازم يعني عشان تكسره لازمك يعني بيكاكس دايموند. يعني اذا ما عندك بيكاكس دايموند ما راح تكسر لا بيضة لا ولا شيء. فباخذ لي زي كذا، احط لي كيكة، ببدأ اكل منها زي الحلوين زيكم يا شباب اللي تفرجون في الجيم هاد واللي بيتفرجون للحين. اتمنى تكتبوا لي انه انا للحين بتفرج فيك يا امين. يب شكرا لكم كثير كثير على هذا الدعم، اتمنى تنشروا المقطع في كل مكان ولكل اصحابكم ان شاء الله، علشان يعني يشوفوا المقطع ويرجع دعمنا اللي كان زمان. زي كذا زي ما تشوفون انه انا برجع الحين ان شاء الله للقناة، يعطوني بس افكار لاي شيء ببدا انزل فيه، بس تكون ماينكرافت ببدا انزلها ان شاء الله. الحين باقي لي بس جولد واحدة بس، انها زي كذا. لا ضغطت بالغلط بالغلط، والله ضغطت بالغلط. شنو شنو عشان ما يصير في ملل يا شباب، بجي هنا بسوي زي كذا، بنزل حلوين، بحط اوبسيديون زي كذا، ما جاني ولا واحد. هذا احسن شيء الي. قال لك في هاكر، مين الهاكر؟ اتمنى ما يكون في هاكر، لانه اذا كان في هاكر ممكن اسوي له ريبورت، لكن ممكن يعني ممكن يتبند، لكن ما بيتبند بهذه السرعه. حتى اذا في مود ولا شيء يعني بيتفرج في الجيم، فاتمنى يكون بس ان شاء الله في مود. انا حطيت زي كذا، اوكي، وبحط هذه زي كذا في هذا المكان، بطلع لهذا المكان باخذ لي ايرون، بطلع لهنا باخذ لي الجولد، بجي هنا لهذا المكان علشان اشتري لي بيكاكس دايموند، وبشتري لي اكل، برمي هذا الاكل في هذا المكان. وهذا جاني ليش؟ ليش طيب جايني؟ ليش؟ حبيبي ليش جايني؟ انزل، احتاج اشيله، احتاج اكسله بسرعة علشان لا يجيني واحد تاني ويصير قاتلني، وهذا اللي ما بدي اياه يصير. فقتلت هذا، ما جاني ولا واحد، مو يمكن ما جاني ولا واحد. حلوين حلوين، انا بروح لهذا يعني البيضته عشان اشيلها بسرعة، لانه هو كان بده يعني يشيل بيضتي، فبشيل بيضته انا اول شيء، وبقتله والاول زي كذا، ودخل هنا بسرعة حبيبي، لا تأخرها لا تأخرها لا تأخرها، بتموت بتموت، بس موت بس موت، بسرعة 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 بسرعة، مات. جي جي، لا بدهم الشباب يتيمون علي مرة ثانية زي الجيم اللي قبل، والله ما بدي يتيمون، بليز أتمنى ما يتيمون علي. هذه هي المشكلة، إذا تيم علي شي واحد بخسر كل الأقيام، ما بقدر أصور لكم حتى جيم حلو، وببقى يعني بطول أقيام. شنو هذا؟ أوكي حبالي متيمين والله، لأنه مر من جنبه، والله مر من جنبه في الأول، حسيت كأنه تيمين ولا شيء، تيمين يعني. يب يلا يلا بسرعة بسرعة، لا تأخرها، لا تطولها يعني، مو لا تأخرها،
اوكي اكل الجولدن، ما اكل الجولدن ابدا. اوكي بسرعة مات. جي جي كان بده يهرب مرة ثانية لكن ما بخليه علشان ما يروح الايج حقي ولا البيضة حقتي. فياب انا بتمنى يعني ما يجيني شي واحد تارجت علشان اقدر اشيل الجيم بسهولة ولا ما يفصل علي النت. ويلا بس هنا يا شباب نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون تحطوا لايك تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات وانشروا المقطع في كل مكان. نرجوكم علشان نسوي لكم فيديوهات زي هذه، واذا تريدون فيديوهات مع افكار على مصطفى جيم اوفر ولا اي شيء عندكم افكار عليه فاتمنى تكتبوا لنا هذه في الكومنتات وتعطوا، واذا حبوها ناس ثانية يحطون عليها لايك. وشكرا لكم على هذه الايام في الدعم مع اني يعني صاحب، شكرا لكم كثير كثير كثير. اتمنى علشان نرجع الدعم ويصير دعمنا كثير حلو، اتمنى اقترح عليكم يعني تنشروا المقطع في كل مكان وتفعلون جرس التنبيهات. وبس يلا شكرا لكم على كل المشاهدة شكرا لكم يا شباب على المشاهدة. وبس يلا اتمنى تكونوا استمتعتوا اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا لايك وشير، لايك اشترك وشير مفضلة. بس يلا مع السلامة، باي باي.